بالتأكيد المواقف سياسيا واقتصاديا كانت في 2020 على مستوى العالم هامة، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أنها تكون يعني من التحديات والمشكلات أمام الطرفين. ويعني عايزة أخذ كمان رأي دكتور هشام في ما حدث من ترامب على مستوى السياسة الخارجية، إلى أي مدى أيضا لتأثير على المشهد الانتخابي الحالي. السياسة الخارجية طبعا ده على مستوى العالم أو مستوى الشرق، منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط طبعا. يعني عشان نكون محددين. عشان في حدث كتير يعني. طبعا هو يعني ترامب تميز إلى حد ما بسياسة خارجية تخرج عن يعني سياق السياسة الخارجية التقليدية للولايات المتحدة. يعني خرج كتير في قضايا كثيرة. وربما أهمها طبعا يعني القضية الفلسطينية. يعني كان هناك توافق مع الادارات الامريكيه منذ بدايه انه ما يبقاش يعني انه ما زالوا مستمرين بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمه لاسرائيل. هو خرج عن هذا السياق واعترف بالقدس ونقل السفاره الامريكيه في مايو 2018. ده طبعا ده خروج كبير. يعني يضاف الى ذلك انه موضوع المستوطنات، وده قضيه اساسيه، انه في المبادره اللي هو اطلقها في يناير الماضي يعني اعلن بكل وضوح انه من الممكن لاسرائيل انها تضم كل المستوطنات اللي تم انشائها، لن يتم تفكيك اي مستوطنه. و بومبيو وزير الخارجيه الامريكي اعلن مكان ان الولايات المتحده لا تعتبر المستوطنات مخالفه للقانون الدولي. ودي ده موقف جديد تماما على الولايات المتحده الامريكيه. يعني حتى ولو انهم كانوا يترؤوا يعني الادارات السابقه تقول نترك الموضوع للمفاوضات الحل النهائي، لكن لا تبادر بالاعلان عن ان المستوطنات دي لا تتفق مع يعني تتفق مع القانون الدولي. هو قال انها لا تعترض يعني لا تشكل اي تعارض مع القانون الدولي. وده طبعا يعني مواقف بعيده تماما، لان المجتمع الدولي كله يعني العالم كله مواقفه مغايرة لهذه المواقف. فده يعني خروج كبير عن السياسة التقليدية الأمريكية اللي طبعا أشكلت مشاكل كبيرة. وبالإضافة لذلك هنلاقي مجموعة من القرارات الأقل، يعني أنه أغلق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، أغلق القنصلية الأمريكية في القدس العربية أو القدس الشرقية. دي مجموعة طبعا من زائد الضغوط اللي كان بيمارسها بشدة على يعني على السلطة الفلسطينية للقبول بالمبادرة بتاعته. ده يمكن يعني ربما أهم يعني تغير كبير لترامب. طبعا لو بايدن هو فاز هيبقى في تعديل، هو لن يغير كثيرا. هو ذكر بوضوح، قال أنا لن أنقل أعيد نقل السفارة الأمريكية إلى تل أبيب مرة أخرى، سيتركها كما يعني كما نقلها دونالد ترامب، وإنما سيستعيد الحوار والمباحثات على فكرة حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية. سيعيد الحديث عن يعني عن طبعا حل الدولتين. ترامب لم يترك تماما حديث يعني عن الدولتين، وإنما واقعيا هو أغلق كافة الطرق أمام التنفيذ الحقيقي لحل الدولتين. صحيح. فطبعا ده يعني خلاف كبير، لكن برضو يعني الحقا بلان ظهرته أنه في نقاط توافق أو تقارب جدا ما بين السياستين في قضايا أخرى، زي قضية مثلا أنه يعني الابتعاد أو عدم الرغبة في التورط في كل النزاعات العسكرية في المنطقة. الاثنين يتفقوا على ذلك، يعني منذ أيام أوباما وحتى ترامب الاثنين يتفقوا مع اختلاف ربما الخطاب، لكن في النهايه الاثنين يحاولوا يعني سحب الانسحاب الامريكي الانسحاب. والاثنين يعني ده الخطاب بتاعهم ان هو لا يرغبون في التورط عسكريا، باستثناء موضوع يعني داعش والقاعده يعني الجماعات الارهابيه ومواجهه الارهاب، باستثناء هذا الاستثناء الوحيد. فيما عدا ذلك هم يرغبون في الانسحاب عسكريا من المنطقه.